لما كانوا ياهال كانوا يخافون من الوحش اللي نام تحت السرير، ويطلون كل 5 دقائق علشان يتأكدون إنه مو موجود. ولما كبروا شوي قاموا يطلون كل ساعة، بعدين صاروا يطلون مرة واحدة قبل ما ينامون. تالي ما قاموا يطلون كلش، كبروا واختفى الوحش اللي تحت السرير. وارتحت، نمت ذيك الليلة من غير طقة باب. ويما يصير النام عندك؟ ما خطر في بالي إن الوحش اختفى من تحت السرير، لأنه صار الشخص اللي كان ينام فوقه. وإن اللحظة اللي صرنا ما نخاف فيها هي نفس اللحظة اللي صرنا فيها نخوف. نخوف وايد وايد. لما ما تخاف من الوحش معناته إنك غول.